موجود اليوم المؤتمر السنوي الثاني لمجلس شورى القبائل العربية من أجل دعم خطوات السيد الرئيس في تنمية والاستقرار في محور قناة السويس وفي تنمية الساحل الشمالي، ونتمنى أن يستكمل هذا المثلث بتنمية مشروع قومي لتنمية صعيد مصر. نعلن تأييدنا لكل خطوات السيد الرئيس، ونقف بكل صلابة وقوة حراس لكافة الحدود الغربية والشرقية والجنوبية ضد كل من يحاول أن يعبث بأمن واستقرار مصر. أسسنا مجلس شورى القبائل العربية منذ العام الماضي، الهدف هو هدف وطني وليس هدف حزبي، الهدف هو الدفاع عن الدولة الوطنية والمساعدة في حماية أمنها واستقرارها. استكمال لتدعيم خريطة الطريق، واستنين طبعا انت عارف دور المجلس سنة ونص شغال وموجود في الشارع، المجلس الأعلى شورى القبائل العربية تعداده فوق القبائل دي فوق 25-30 مليون في مصر. احنا كنا تحركنا عقب ثورة 30 يونيو، تحركنا من حلايب والشلاتين حتى الحدود الصحراء الغربية وعمق الصعيد والشرقية والإسماعيلية، كان لتدعيم خريطة الطريق والمطالبة بترشيح سيادة المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية. بنقول له احنا وراك ومقتنعين بفكرك وبنحبك، وده مش كلام، ده إحساس وده واقع، وبنقول لك احنا معاك في الشارع النهاردة بإذن الله لتدعيم القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب والقضاء على الإرهاب. فالقبائل لها دور لأن هي ذو النفوذ الاجتماعي والأدبي والأخلاقي وسط المجتمع، وممتدة من الصحراء الغربية حتى الجنوبية حتى الشرقية.